تعالوا نرحب بالصديق العزيز عبد القادر سعيد المحلل الرياضي اللي منورنا دلوقتي على هوا الراديو 90 90. عبد القادر مساء الفل والف الف مبروك. مساء الفل يا محمود والف مبروك ليك ولكل الساده المشاهدين وكل مصر وكل جمهور النادي الاهلي، لان الفرحه حلوه. يعني من كام يوم كان جزء من كبير من مصر فرحان بتتويج نادي الزمالك، النهارده جزء كبير او يمكن اكبر كمان فرحان بتتويج النادي الاهلي. فاحنا في حاله فرحه رياضيه، في حاله انجازات رياضيه كبيره جدا. فشيء جميل انك تلاقي الناس فرحانه، انك تلاقي الناس مبسوطه. النهارده شكل الاحتفالات في استاد القاهره وفي حوالي 70 80 الف كلهم مروحين فرحانين. القاهره دلوقتي كلها لونها احمر، يعني الاعلام بتتباع في كل حته، الناس كلها لابسه التيشيرتات حمراء. الفرحه جميله، وده اللي احنا دايما محتاجين، مش محتاجين بس في الوقت ده، احنا محتاجين دايما نكون في الفرحه دي، في الانجازات، مش في الرياضه بس، كمان في كل المجالات. ولكن الرياضه دايما اكتر حاجه بيبان فيها الفرحه، لان بتبقى يعني حاجه لايف انت بتعيشها، وبتبقى مرتبطه بوقت معين. ومع صفاره الحكم بتلاقي الناس انفجرت في الاحتفالات في كل حته، في الاستادات والملاعب والشوارع. فالحقيقه يعني شعور جميل نتمنى نشوفه دايما في مصر يا ان رب شاء الله، للنادي الاهلي ولكل الانديه. احنا كمان من الشعوب المحبه قوي للكوره، وبتاثر في نفسيتنا بشكل كبير مع كل بقى محب للكوره، مع النادي بتاعه ومع منتخب مصر، بتبقى الفرحه فيها مضاعفه اضعاف اضعاف زي ما احنا شايفينها في كل الشوارع دلوقتي. انا عايز ابدا معاك بمقوله دايما بنسمعها في الكوره: البطولات تكسب ولا تلعب، ومن اراد المتعه فليذهب الى السيرك. هل النهارده مارسيل كولر طبق هذه المقوله في مباراه نهائي دوري الابطال، مباراه العوده؟ طبعا، يعني النهارده ما شفناش كوره الحقيقه، يعني غير على فترات قليله جدا. وخلي بالك مش بس من النادي الاهلي ولا من نادي الترجي كمان، يعني الترجي في الماتشين شاط كوره واحده تقريبا على الجول، وكوره ثانيه النهارده برضو اللي عدت من الجنب الايمن، بس دي ما بتتحسبش من شوتس اون تارجت او من التسديدات اللي بتتحسب انها خطيره، لانها كانت بره القائمين والعرض او الثلاث شمال زي ما بنقول. لكن المجمل ان النادي الاهلي ما لعبش برضه باداء النادي الاهلي ولا كمان الترجي. يعني مش الاهلي وحش والترجي اوحش، وبالنهاية يعني ما النادي الاهلي ما لعبش فريق مثلا تفوق وضيع فرص وجات له ضربه جزاء وحط كوره في العرض. بالعكس، النادي الاهلي لو جيت قست الفرص الحقيقيه، النادي الاهلي هو اللي عنده فرص اخطر. شفنا كوره قفشه اللي جت في العرض دي، لو جت هدف كان الماتش فتح، ويمكن كان عامل زي مازيمبي كمان، نشوف بعديه هدف ثالث كمان على طول زي مباراه مازيمبي، وكان يخلص 3-0، لان الترجي خلاص يعني كان هيهاجم بقى بالحارس لو عايز يهاجم، كمان هيهاجم الفرقه كلها يعني. لكن كولر وقع قلبنا كتير الحقيقه في المباراه، لان هو ساب الكوره، ساب الكوره كتير قوي، اوقات كتير قوي ساب الكوره لفريق الترجي، على امل ان هو يقدر يخطف هدف البطوله من وجهه نظري، اللي هو كان الهدف الثاني اللي خلاص هيخلص الامور ويبقى بمثابه صفاره الحكم. لكن ولا هو قدر يعمل مرتدات، ولا الترجي قدر يستغل الاستحواذ ان هو معاه الكوره. النادي الاهلي الحقيقه عمل مباراه دفاعيه جيده جدا، ساعدوا عليها ان الترجي ما كانش برضه، حتى هو مغلوب 1-0 ما كانش برضه بيجازف هجوميا، يعني كان مستحوذ على الكرة، ولكن في نص الملعب ما شفناش فرص خطيره. يعني شوبير في الماتشين ما شالش ولا كوره، في كوره الذهاب اللي يعني قعدنا نحلل فيها كتير قوي، اللي في الدقيقه الخامسه العرضيه الراسيه اللي عدت بجوار الايم وبقت ضربه مرمى، هل شوبير لمسها ما لمسهاش؟ ناس قالت لمسها، ناس قالت ما لمسهاش، بس تخيل ان دي التهديد الوحيد على مرمى مصطفى شوبير في الماتشين. مصطفى شوبير النهارده كمان عنده انجاز، يعني انجاز غريب، انجاز اسطوري، ان هو ما دخلش فيه ولا هدف في دوري ابطال افريقيا 7 ماتشات او 8 ماتشات متتاليه، الحقيقه رقم خزعبلي، يعني رقم مش هيتكرر تاني. فتلاقي ان حارس مرمى بيلعب كل النوك اوت، الدور الخروج المغلوب كله ما يخشش فيه ولا هدف، الحقيقه يعني رقم اسطوري. وده اللي خلى كمان كولر يبقى عايز يحافظ على نجاح مصطفى شوبير ويقعد له النهارده محمد الشناوي على الدكه، رغم ان الشناوي جاهز بنسبه 100%، لكن كان نوع من التقدير لمصطفى شوبير ان هو عمل نجاح غير طبيعي، ان هو يكمل فرصته كمان ويختم البطوله بنجاح برضه غير طبيعي. لا انا عايز اقول لك بقى على حاجه، عايز اقول لك ان كل الناس كانوا قلقانين وقت اصابه الشناوي، كنت بتكلم في الكلام ده مع المستمعين من شويه، وقت اصابه الشناوي في كاس الامم كل الاهلاويه كانوا قلقانين، والاهلي هيكمل افريقيا ازاي؟ النهارده اوفى مصطفى شوبير ما شاء الله عليه، جاب رقم ما حصلش في تاريخ حراس مرمى النادي الاهلي عبر التاريخ، 9 مباريات في دوري ابطال افريقيا بشباك نظيفه تماما تماما، مصطفى شوبير ما شاء الله عليه. يعني خلي بالك النادي الاهلي دايما بيلخبطنا في العد، يعني لو سالت الناس في الشارع انتوا خدتوا كام بطوله مش هتلاقي حد عارف، يعني كام بطوله دوري 42 ولا 43، كام افريقيا 12 ولا 11 ولا 13، هتلاقي الناس دايما متلخبطه. وده اللي خلانا كمان نتلخبط في قصه مصطفى شوبير، هو 8 ماتشات ولا 9 ماتشات؟ لان
النجاحات كتير والبطولات كتير والانجازات كتير. مصطفى شوبير الحقيقه يعني زي ما انت قلت 9 ماتشات بدون شباك نظيفه، شباك نظيف عفوا، ده يخليك ما تصدقش الرقم يعني، ما فيش ده ما يحصلش، ما حصلتش بالظبط يعني. كان نيميش عامل برضه كذا ماتش كلين شيت، ولكن في النهايه استقبل هدف من النادي الاهلي. شوبير ميزه كمان ان هو خلي بالك يعني، انا مش عايز اقول ان الانجاز ده مصطفى شوبير بس، مصطفى شوبير صمام امان عظيم في النادي الاهلي، واثبت ان حراسه النادي الاهلي في مرمى النادي الاهلي في امان لمده يمكن 10 سنين او اكثر بعد اعتزال الشناوي، او بعد في غياب الشناوي اي ظرف لا قدر الله، زي ما شفنا دلوقتي الاصابه اللي بعدته تقريبا نص الموسم. لا مصطفى شوبير موجود، مصطفى شوبير يقدر يكون حارس مرمى النادي الاهلي، والنادي الاهلي تخيل انه كان يعني هيتخلى عن هذا العنصر المميز لما كان رايح يتعاقد مع حراس تانيين في يناير، لكن النادي الاهلي في اللحظات الاخيره غير القرار وقال لا انا هحط مصطفى شوبير وهو اللي هيكمل البطوله، جاب له بس حارس بديل اللي هو زنفولي، وفي النهايه شوبير قال ان هو قد الثقه واثبت ان هو حارس. مش عايز اقول خلي بالك برضه، مش عايزين نبالغ ونقول ان احنا عندنا بوفون او نوير، لا احنا عندنا حارس هيبقى حارس كبير، هو اثبت فعلا ان هو حارس كويس جدا، ولكن لازم ندعمه ولازم ما نبالغش قوي في تعظيمه، لكن في الوقت الحالي هو اثبت ان مصطفى شوبير هو حارس النادي اللي يستحق انه يكون حارس مرمى النادي الاهلي الاول، لكن اعتقد ان خلاص بعد البطوله هنشوف الشناوي بيرجع تاني، يمكن نشوف بقى في روتيشن يحصل ما بينهم زي ما كنا بنشوف لما اي فرقه يبقى عندها 2 حراس كبار، يمكن دي ما حصلتش كتير في النادي الاهلي، لكن مثلا كنا بنشوفها في الزمالك كتير، بنشوف منصف أيوة مثلا وعبد الواحد بيبدله كل واحد ماتش او كل واحد فتره، لكن ما شفناهاش لسه في النادي الاهلي. هل كولر ممكن يطبقها ولا لا؟ يعني ده اللي هنشوفه بقى مع ماتشات الدوري المعمعه اللي النادي الاهلي منتظره على المستوى المحلي. التحكيم النهارده يعني ايه، الى حد ما الناس اتكلمت على كورتين، كوره اللي هي بتاعت مروان عطيه في الشوط الاول، هو الراجل اللي جاب الجون في نفسه، كله بيتكلم ان دي كوره طرد مباشر واي حكم في الدنيا كان هيحسبها، وكوره تانية لامام عاشور كلام عليها برضو ان هي لمست ايده وكان ممكن تبقى ضربه جزاء، وفي كوره برضو الاحتياطي بالمدرب الناس بتوع الترجي كلهم بيتكلموا عليها ركله جزاء في الشوط الثاني. رايك في نداله النهارده الحكم الكونغولي؟ طبعا يعني زي ما انت قلت دول ال3 لقطات الوحيده اللي كان فيهم كلام في المباراه، يمكن اول كوره مروان عطيه دي طرد يعني شرعي زي ما بنقول ومليون في الميه ومفيش كلام يعني. انت انا شاكك بصراحه هل الفار شغال النهارده ولا لا، لان احنا ما شفناش ولا مره حتى كتب على الشاشه ان الفار بيراجع كوره، حتى الحكم ما حطش ايده على ودنه انه بيسمع سواء في دقيقه او في الكورتين التانيين، فانا مش عارف الحقيقه، لان الاتحاد الافريقي دايما معقولنا على مقالب كتير بتحصل، شفنا قبل كده اكتشفنا بعد نهائي مثلا الترجي 2018 لما الاهلي خسر 3-0 ان الفار ما كانش شغال اصلا، صحيح ساعتها الاهلي ما راحش على الجون وما عملش فرص وكان يستحق الخساره، لكن ازاي تعرف بعد الماتش ان الفار ما كانش شغال؟ النهارده ما شفناش اي ظهور للفار، ال3 لعبات كانوا يستحقوا ان هم يتراجعوا فعلا من تقنيه الفيديو، لكن غريبه جدا ان احنا ما شفناش الحقيقه الكلام ده. يمكن الكره الاخيره ضربه الجزاء طبعا هي من وجهه نظري مش ضربه جزاء، اللي هي الكره بتاعت كريم فؤاد، الكره بتاعت كريم فؤاد، كريم فؤاد طبعا، لان كريم فؤاد لعب على الكوره وقدر ان هو يطلع الكوره الى ضربه ركنيه، وبالتالي ما فيش اي فرصه انها ضربه جزاء، لكن يعني انفعال المدرب الترجي ولاعيبه الترجي على الدكه ده طبيعي، وده مطلوب اصلا لاي فريق ان هو يعمل ضغط على الحكم علشان لو ما حسبلكش ليه يحسب لك اللي بعدها، لكن في النهايه من وجهه نظري مش ضربه جزاء، لكن كنا نتمنى ان احنا نشوف مراجعات من الفار، كنا نتمنى ان احنا نشوف يعني شيء من احترام الجمهور بالنسبه لتقنيه الفيديو او بالنسبه للحكم او حتى مخرج المباراه، اذا كان بيتراجع كان لازم يكتب فار تشيكنج زي ما بنشوف في اي حته في الدنيا، لو ما كانش بيتراجع يبقى المشكله دلوقتي بعيدا عن المخرج الاسباني للمباراه، المشكله دلوقتي عند تقنيه الفيديو، عند الحكم او عند الكاف بشكل عام، ازاي الكرات دي ما اتراجعتش رغم انها كرات مصريه وكرات مؤثره. طب وكره يعني كره امام عاشور ايه رايك فيها؟ انا شفتها في العاده جت في ايده بصراحه، لكن انا مش عارف هل كان جوه الخط ولا بره الخط. شفنا الاستوديو التعليمي ما بين الماتشين بيقول ان الحكم كان ما بينه وما بين امام عاشور 4 أو 5 متر، وبالتالي هو الراجل شايف كل حاجه، جايز يكون شايف انها غير متعمده او الكره يعني جت منعكسه او ريفليكشن يعني من جسمه لايده، فالحقيقه العاده برضه ما كانتش موضحه الكره بنسبه 100%، لكن كان لازم زي ما بقول لك كان لازم نشوف الكلام ده بالفار ونشوفها حته حته ولقطه لقطه وفريم فريم، كنا ساعتها نقدر نحكم بنسبه 100%، لكن يمكن الكره الوحيده ومش بنقول كده عشان دي لصالحنا او صلاح النادي الاهلي، لكن كره الطرد فعلا كانت وحيده، راجل يعني داخل من الطرد في رجل
فاصلا بترجل اللاعب الثاني وبيوف ركبه والراجل رقب على الارض شويه، وبالتالي مفيش حل اوضح من كده. يعني التمريرات عندك كلها موضحه، والحكم كمان كان قدامه لقطه بالظبط، فدي كانت الحقيقه لقطه غريبه جدا. وخلي بالك يمكن يكون نداله علشان عارف ان هو يعني تقاعد شويه انه يدي النادي الاهلي حقه في الشوط الاول ان هو يطرد واحد من اهم لعيبه نادي الترجي، ان هو تجاهل مثلا فكره انه يدي ضربه جزاء على امام عاشور اذا كانت صحيحه، لان انا قلت لك انا ما شفتهاش برضه بنسبه 100%. انا حاسس ان هو كان بره منطقه الجزاء. ممكن جدا، ممكن جدا، انا برضه حاسس عندي الاحساس ده ان هو كان خارج منطقه الجزاء، او يمكن الكوره بره الخط وهو رجله على الخط. ما شفناش العاده برضه بشكل لطيف قوي، لكن يمكن بعد كده نتفرج عليها ونشوف. لكن في النهايه الحكم عنده غلطات، ولكن يعني برضه ما كانش فيه حاجات واضحه قوي بخلاف كره القدم او ضربه الجزاء دي، ما كانش فيه حاجات واضحه قوي تستحق جدل تحكيمي، لان اصلا الفرقتين ما كانوش بيهاجموا يعني، ولا الاهلي ولا الترجي. كان فيه طبعا اعتراضات كتير من الفرقتين على فاولات بتحتصر في نص الملعب، منها الفاول مثلا او الفاولات المناطق الخطيره، منها الفاول اللي كان قفشه يسجل منه هدف تاريخي، كان هيبقى بيسجل في النهائي مره ثانيه مع النادي الاهلي. لكن بشكل عام يعني نداله لو انا هديه تقييم مثلا مش هديه اكتر من 7 من 10 الحقيقه. هل أصبح مارسيل كولر مديرا فنيا تاريخيا للنادي الأهلي النهارده أو من المباراة اللي فاتت مباراة الذهاب تخطى رقم مانويل جوزيه في عدد عدم تلقي الخسارة مع النادي الأهلي أكثر من 22 مباراة، وكسر كمان رقم الترجي التونسي، والنهارده أحرز مع النادي الأهلي البطولة الثامنة في تاريخ مارسيل كولر مع النادي الأهلي، الراجل ده دخل خلاص في مصاف المديرين الفنيين التاريخيين مع النادي الأهلي؟ طبعا يعني مش كولر بس، كمان طبعا هندي كولر حقه وكل حاجه، لكن انت يا محمود لو ضربت النادي الاهلي وانا لو ضربنا النادي الاهلي هنعمل معاه ارقام قياسيه كبيره جدا. النهارده موسيماني اللي كان مكسر الدنيا مع النادي الاهلي وكسب بطولتين بنشوفه في الدوري السعودي، وقبل كده تجربته في الامارات وتجاربه بشكل عام بعد النادي الاهلي كلها سيئه جدا جدا. مانويل جوزيه نفسه المدرب الاسطوري والتاريخي في النادي الاهلي لما خرج مره النادي الاهلي شفناه تجارب سيئه جدا سواء في اتحاد جده او مع منتخب انجولا. النادي الاهلي هو اللي بيعمل من المدرب مدرب عظيم، النادي الاهلي هو اللي عنده شخصيه وعنده لعيبه وعنده اداره وعنده جمهور يقدروا يحافظوا على اي مدير فني جيد، يخلوه من مدير فني جيد الى مدير فني عظيم او الى مدير فني اسطوري في تاريخ النادي، وده اللي شفناه حصل مع مارسيل كولر. مارسيل كولر اوريدي كان عنده نجاحات سواء في سويسرا او في اوروبا بشكل عام، ولكن كان مدرب جيد، ما كانش مدرب يعني اسطوري واسمه مسمع والناس كلها بتقول اداره النادي الاهلي لازم نتعاقد معاه، كان مدرب جيد. لكن بعد ما انضم للنادي الاهلي او بعد ما قاد فريق النادي الاهلي ولقى ان كل الامور اللي مطلوبه موجوده، يمكن انا بشبه الاهلي شويه بمانشستر سيتي في حته الاداره، يعني جوارديولا لو عايز اي حاجه مع مانشستر سيتي الاداره بتنفذها وبتجيبها له، سواء لعيب غالي سواء اي حاجه هو عايزها، معسكرات السيستم نفسه والنظام والمنظومه داخل النادي الاهلي بتساعد على النجاح بشكل كبير. كلمه اخيره توجهها لجماهير النادي الاهلي اللي منظرها كان النهارده مشرف جدا لدرجه ان كل وكالات الانباء في العالم كله بتتكلم على المشهد البديع اللي شفناه النهارده في استاد القاهره استاد الرعب. يعني عايز اقول لجمهور النادي الاهلي طبعا احنا افتقدناكم كتير جدا 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 في الفترات اللي فاتت، نتمنى بعد الموافقات الامنيه اللي حصلت وبعد الجهود الكبيره الحقيقه المميزه من الدوله انها سمحت للجمهور ان هو يحضر بالساعه الكامله بعد كده في كل المباريات، نتمنى نشوف المنظر بتاع النهارده ده في كل الماتشات حتى لو في الدوري، نشوف جمهور النادي الاهلي زي زمان. بقت استاد القاهره ده كان خروجه مفضله للاسره زمان، وكان للشباب يروحوا بدل ما هيخرجوا يروحوا مول ولا يروحوا على القهوه، لا ده النهارده يا جماعه ده ماتش الاهلي او ماتش الزمالك، فتلاقي استاد القاهره على الاقل نصه متقفل. نتمنى نشوف المنظر ده، والرياضه يعني بتهذب الناس من وجهه نظري اذا كان في التزام، وان شاء الله نشوف دايما الالتزام ده موجود، ما نشوفش اي خروج عن النص باي شكل من الاشكال. فالنادي الاهلي هو رقم واحد، هو صاحب الانجاز النهارده، وهو زي ما الجمهور الاهلي كان بيقول قبل كده الكرة للجماهير، وهي احنا اصلا بنعمل اللعبه دي سواء كلعيبه سواء كاداره سواء كاعلام حتى صحفيين، احنا بنعمل كل ده علشان خاطر الجمهور ده يبقى مبسوط، فعشان تبقوا مبسوطين لازم نشوفكم كتير ان شاء الله في الاستاد الفتره اللي جايه لانكم اهم لعيبه. بشكرك جدا عبد القادر سعيد المحلل الرياضي، نورتنا وشرفتنا، والف مبروك تاني وتالت ورابع للنادي الاهلي. شكرا.